مينط جبرت باب حلولة شوية مشيت نشوف خانة تسيب عليا التسيبة اللي تسيب عليا كان شوية سلس وعمل القب طمس على وجهه زقني الأرض نطيح ما عقتش ما فطنت شي ساعة وأنا مثبت على ظهري هيدا دفعني غبت واحد كان كيخصو يأديني الصحة أنا بغيتي في الآخر بدأ كيعطيوني في الدق وشربوني بزز مني واحد كان كيدافع لي ولكن كان كيصور يعني تا هو كان كيصور ما مسكينة راه من نهار هذاك وهي مسيبة لا ماكلة لا شرب الدار كتجيون عند الناس نينا كلشي يبكي بحال جنازة وسبعة الله يا ودي واحد يصور وعلاش هكا يمثلوا في الأيام حيت كنقولهم صافي بعدوا مني عييت ما نرغب فيهم يعني اي طريقه تدار معاهم ما كيسمعكش حيت اصلا هو شارب البنت ملي جات للدار ما جبرنا فيهم صافي يعني كامله مضروبه كامله مكرفصه تغتصب وتمشى كل شيء اللي كتملك اللي كتملك في الدنيا عويله وحده اللي كانت عندي غصبها علي الحمد لله الحمد لله الحمد لله دابا ما كتخرج ما كتدخل ما كانت تخرج ما كنخرج في الدار مصدومه يعني كانت كي وانا جالسه الله ياخذ الحق فيها السلام عليكم انا العمه ديال ايه الزقاف الطفله المغتصبه اللي في العمر ديالها 15 عام وجو اختطفوها من الدار داوها دئاب بشريه بعد هادو دئاب بشريه دول العائله اختطفوها جو تنضار كتزهد من على الدار ديالنا الاب ديالها مريض راه فينا في بيت الام ديالها كتمشي تدبر تردو الخبز وهما جو اختطفوا العائله ودوها اللهم هذا منكر هادو سبعه دلوحوش هادو انا ما كنسميهمش رجال هادو انا ما كنسميهمش رجال كنسميهم لوحوش هادو وحنا معنا معاهم حتى شي حاجه معنا معاهم مشاكل ما معنا معاهم حتى شي حاجه جو دو اختطفوا العائله من الدار الاب ديالها في ناعس الشفر كيسرق في البيت ملي نخرج كيدفعوا جابوا على ظهرو السيد فقد الوعي بقى طايح تما ملي ناض بقى لا بنتو لا صحتو انا ما عندهم يدينا من الدار حنا ما عندنا لا فلوس لا حتى حاجه حنا عايشين بالكرامة الله سبحانه وتعالى وسبعه الله يا ودي واحد يصور وعلاش هكا يمثلوا في الايام واحد يصور واحد مول الدار هاد مول الدار كيخصو ملي داو البنت كيخصو يبلغ بيهم البنت ملي جات للدار ما جبرنا فيهم صافي العائله كامله مضروبه كامله مكرفصه كامله ما عرفناش هادشي الحمد لله تغتصب وتمشى كلشي اللي كتملك اللي كتملك في الدنيا كلشي مشى من بعد هي كيفاش بقات الحاله النفسيه الحاله ديالها مره مشات لها مسكينه العقليه ديالها مشات لها ما كانت انا كنهضر معاها العائله وكانت مره العقل ديالها تهز لها حنا اش كيسالوها حنا عائله واحد اللي كاين عند الام ديالها هي اللي كتملك في الدنيا سبحان الله وتعالى هي الوحيده اللي كاين والواحد الله سبحانه وتعالى الاب هذا الاخ ديالي بعد اصلا مريض منعس بيته الام كتخرج تخدم لا خاي ما كيقدرش يخدم هادي شهرين ما ناتش ما خدم ما حتى حاجه يا بنته معاه في الدار يعني حنا الامل عندنا مع البنت والاب ديالها في الدار ما كاينش شي امل اخر عندنا شي امل اخر من غير البنت وباها في الدار والام ما كاينش هو ما خدامش هي كتمشي تدبر طابط الخبز بصراحه عنده بنت وحده اللي كاينه ما بغاش شي حاجه توقع خرجه من المدرسه بغا بنته معاه في الدار ما تخدم ما تردم يعيشوا بنته معاه في الدار يعني في الامان كتخرج الام ديالها تخدم باش بنتها تبقى في الامان مع باها في الدار في المدرسه حنا المدرسه انت كتعرف الحاله ديال المدرسه قال لك انا المدرسه ما نخليهاش في المدرسه نخلي بنتي معايا في الدار صافي حتى تلطت علينا هادشي في دارنا جاو داوها اختطفوها من الدار والحمد لله حنا كنطلبوا من السلطات سيدي محمد السادس الله ينصركم عندنا الجلسه غدا ان شاء الله بالعشرة الصباح
كنتمنى الله سبحانه وتعالى ياخذنا حقنا ويشب على وجه هاد الدرويشه ماماها باها مسكين غير درويش ماماها درويشه وكنتمنى الله سبحانه وتعالى ياخذنا ربي الحق ديالنا. هاد الطفله اللي دعات في الشرف ديالها نتمنى سيدي ربي الحبيب ياخذ لها حقها. انا آية اللي وقعت لي ديك الحادثه كانوا اداوني 6 ديال الاشخاص. النهار اللي كان وقع لي ديك الحادث كان جالي لي واحد للدار وكان دق عليا وانا سحب لي با حيت انا عارفه حتى شي واحد معكم في ديك الساعه هنا وكيدق ديك الدق هذاك. ملي فتحت الباب كان جبر قدامي واحد دفع الباب وشبرني وغلق لي اعلى دق مي مشينا لواحد الدار جبرنا فيها الاخرين. واحد كان كيكم كيخصو اديني الصحه وانا بغيتي في الاخر بداو كيعطيوني في الدق وشربوني بزز مني. واحد كان كيدافع عليه ولكن كان كيصور يعني تاو كان كيصور. حتى سالا وعيط له شي واحد قالوا بلي ان ديك اللي كانوا هنايا عيطوا له قالوا بلي ان باها عاق رجعوها في حاله. ساعة قالوا لي عندك الزهر بلي ان باك عاق حنا باقي محتاجين فيه. صح انت جيتي بحالك ولا هما جابوك؟ لا انا جيت بحالي. عمتك قد نزولوا لك الحلقه؟ اه. شنو عملوا لك اخر؟ صافي عطوني الدق وشربوني بزز مني واداوني صحه. ما كنتش عارفهم بلي انا يجيب لي وواحد اللي جا لي النهار هذا كان كيقول لي كنمشي ونجي دائما يعني انتي عندي معروفه فين كتنعاس وفين هذيك. ونهار هذاك الزعم وجا لي يعني هو كان حاضك؟ اه حاضيني. قال لي انتي عندي محضيه شحال هذه وانا عيني فيك يعني كي... ما عارفه انا ما عارفاش يدون خانة اصلا هذيك ما طاحت ليش اصلا على البل هو اللي عيجي اديني. كيفاش كانوا كيضربوك يا بالطراش؟ شبروني من هنايا الدق هنايا يعني حيت كنقول لهم صافي بعدوا مني عيت ما نرغب فيهم يعني اي طريقه تدار معاهم ما كيسمعكش حيت اصلا هو شارب ولكن هو اللي ما بغاش يعترف هو ديك اللي اداني. اما اخرين كاملين بهم اعترفوا الا هذاك اللي اداني بزاف ما بقى ما كيعترفش. تقرير طبي؟ شنو كيقول تقرير طبي؟ انا ما عرفاش ما عطاونيش نقراه. النهار اللي عملوا لي محمد الخامس ما عطاونيش مره نقراه. زيد اصلا كان مكتوب بالفرنسي وانا ما كنفهمش فرنسي ولكن ما عطاوهليش. ودابا شنو كطالب هي؟ كنطالب حقي. كيخصني يعني انا ما نبقاش فحال شي عائله الزنقه. خصني نرجع كيف ما كنت يعني ما خصنيش نبقى الناس كيقولوا عليا الهضور ماشي هما هذوك ماشي صحاحين. راه دابا وكيقولوا انا عملت شي حاجه اخرى وعملت تحاليل وعملوا لي تحاليل وما جبروش في ديك الحاجه اللي كيقولوا الناس عليا. يعني انا كيخصني ما نبقاش في حشيه ديال الزنقه يعني خصني نشبر الحقوق ديالي. السلام عليكم. انا هو الاب ديال ايه زكاف الاربع في الفجر تودينا صلينا شرونا القهوه خرجوا بحالهم في الاربعة ونص. انا فيت الضو رجعت من مطعي وكيس انا مريض تمريض شويه سمع الباب قرب مينات جبرت باب حلوله شويه مشيت نشوف خانة تسيب عليا التسيبه اللي تسيب عليا كان شويه سلس وعمل القب طمس على وجهه زغني في الارض نطيح ما عقتش ما فطنتش شي ساعه وانا مثبت على ظهري هيدا دفعني غبت فين فطنت لحقت جبرت ظهري كيحرك مينات جبرت كنت كهذي جيت جبرت العيله ما كايناش مي جات سولت قالت لي خناق عليا من فمي وخناق عليا من عنقي خرجني داني صافي. واللي دا العائله داها واللي تدخل المحل يسرق تدخل المحل يسرق. انا ما عندي فلوس ما عندي والو تما الحوايج د العواول ما تما حتى حاجه ما دا والو عير ونو الحوايج د العواول تما ما تما لا فلوس ما تما والو ما عندي فلوس ما عندي والو ان الله تعالى وبركه. دابا العائله دا وخمشات انا ملي قمت انا هادي جبرت على اللي كيسرق ملي دا العائله جبرت مشى هذاك مشى دا العائله ومشى هذاك جبرت باقي في المحل كيسرق. والحاله ديالها جات ما عندك ما تشوف فيها مرعيه ستي مرعيه صافي ما عندك ما تشوف الحاله ديالها. وش حوايج مقطعين؟ ما هي قالت لي ضربوني وداو حتى الحلالك داو منا من ولنا حتى الحلالك فولنا داوها منا. واش هذا الشيء هذا بزاف. انا ما عمري تحكرت الشريف حسيتي بالحكره؟ وماشي غير الحكره ماشي غير الحكره
الحقرة وزايدة الحقرة، الخبز ما لا تبغي تهونه، المالي وقفونا في دار قلبي. الوضع طال هو هذا، الحمد لله قدر علينا الله هذا الشيء. هذا فين كنتي ديك الساعة من وقع داك الشيء البنزين؟ أنا مشيت نخدم، مشيت نخدم خرجت وما جاو خطفوا لي بنزين، الله ياخذ فيهم الحق. فين كتمشي تخدم شريف؟ مشيت نحسد الزراع العوان الشعير. عيطوا لك قالوا لك بنتك؟ عيطوا لي تصدمت بنتك خطفوها الراجل طيح. ايوا الحمد لله الله ياخذ فيهم الحق، الله ياخذ. من ديك النهار قالوا لي ما كتاكلش؟ من ديك النهار وانا مريضه مصدومه. وإلا واحدة اللي عندي وصبوها وصبوها لي الحمد لله. شنو كطالب الشريفة؟ شنو كطالب؟ يخذ الحق. شنو ما كتقمر بليجي كتقدر تهدر؟ ما نقدرش نهدر، هذا الجهد ديالي. إما مسكينة راه من نهار هذاك وهي مسيبة لا ماكلة لا شرب، الدار كتجي وعند الناس نانا كلشي يبكي بحال جنازة، هذا الشيء اللي عطانا. مريضة تعدوا على العائلة وتهجموا على العائلة وغصبوا على العائلة. إيوا نطلبوا من الله ياخذ الحق، الله ياخذ الحق فيهم. عويلة واحدة اللي كانت عندي غصبوها لي الحمد لله الحمد لله الحمد لله. دابا ما كتخرج ما كتدخل ما كانت تدخل ما كنخرج، عارف الدار مصدومة مصدومة، يعني كان يبكي وأنا جالسة. الله ياخذ الحق فيهم. حنا الناس درا واش بغينا على الحق ديالنا، الله ياخذ الحق، انا خصني على حق بنتي. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.